أنا رعد صبح العصيدة من سوريا من منطقة دير الزور. والله كانت بداية صفر صراحة، يعني جينا بصفر. وأنا كنت أشتغل أجير يعني 10 ليرات 15 ليرة، حتى ما التقيت بمنظمة الهجرة وساعدتني بعدة الحلاقة، وبدأت المشروع من كرسي واحد ومراية لحد ما شوفت عينكم اليوم 8 كراسي الحمد لله، وهم يعني سوريين صاروا استفادوا معي. يعني أتمنى إني إن شاء الله إنه الله يدحق علي وإني أصير كمان مثل زوجي صراحة. تصيري مثل جوزك ولا تنافسي؟ أنت بتنافسي.